سيدي ما دام بيسال مجرد برحب بحضراتكم مره تانية. النهارده انا انتقلت معاكم في اكتر من جوله واكتر من مكان. وصلنا دلوقتي لجمصه نشوف بعض المحاصيل اللي قدرنا نتغلب على مشكله كبيره جدا وهي ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه. هوريكم النهارده شجار المانجا او شتلات المانجا، هنشوف الطماطم في مرحله الشتل، هنشوف فلاح بيشتغل بيحب ارضه وبلده. برحب بيك، اسم حضرتك ايه؟ عبد الفتاح. عشت اسمك يا عبد. احنا فين بالظبط دلوقتي؟ حضرتك دلوقتي جمصه تابع لزيان وبدقاس. جمصه تابع لزيان وبدقاس، احنا في منطقه متوسطه شويه. لو جيت اقول بقى لكم قد ايه بتشتغلوا هنا؟ هنا بقالنا 3 سنين. 3 سنين، احكي لي بقى طبيعه الارض اول ما جيتوا كان شكلها ايه وايه المزرعات اللي انتوا زرعتوها؟ اول ما جينا كانت الارض طبعا فاضيه، ما فيش حاجه، على الواطي صلحنا بالليزر، بدانا نشتغل نفصل بقى تقسيمه الارض. قلبنا الارض، هي ارض رمليه، ارض رمليه طبعا. قلبنا، بدانا طبعا زي ما انت شايف الخراطيم شغل تجهيز على طول. زرعنا طماطم، طبعا ما كانش فيه الجهاز بتاع الملوحه. لما زرعتوا طماطم وما كنتوش، ما فيش جهاز ولا في استخدام لاي حاجه، الطماطم عملت ايه معاك؟ الطماطم في حاجه اسمها عقم الصوره اللي بيجي قطر الملوحه بيطلع الحبايه من تحت بتقطع سوري. ما بيعملش نمو خضر عالي بالنسبه للملوحه، فبتكلف عليا في الزراعه اكتر في مجهود تسميد كيماوي شغل رش كتير، فطبعا الجهاز وفر عليا اكتر في بالنسبه للحاجات دي. طب انت كنت بتعمل ايه لما كانت بتظهر المشاكل دي في الطماطم؟ دايما بعالج بالكلسم، بالكلسم طبعا برضه ما بديش النتيجه الاعلى لان الملوحه اعلى. وانت جيت الفدان كانت بتديك قد ايه؟ والله مع الملوحه ما بتوصلش معايا 600 قفص. العدايه كام؟ تقدر تحسبها بالطن؟ العدايه 20 كيلو 22 يعني انت طن وربع كل قص تعتبر. انت ابتديت تفكر امتى بقى ان انت تستخدم تكنولوجيا؟ لما تابعت القناه على الزيوت الزراعيه. طلبنا طبعا جبنا منه 3 اجهزه. بقالك قد ايه بيشتغل بالاجهزه بتاعتك؟ سنتين. ايه اللي حصل في السنتين؟ فرق كبير طبعا، مفيش ملوحه خفت، هي موجوده بس موجوده في الارض، بس في تفتيت، هو بيقول لك عباره عن تفتيت ملوحه بيخف بيدي نسبه التسميد اعلى للشجره يعني. فبتستفاد منها. قبل كده ما كانش طبعا، انت مهما تدي تسميد الملوحه بايه؟ بتمنع الجدر ان هو يستقبل. فحاليا دلوقتي الحمد لله يعني الى حد ما اعلى كتير يعني. هي المساحه قد ايه؟ المساحه معانا 30. 30 فدان، جبت لهم 3 اجهزه. 3 اجهزه بقالهم قد ايه بالظبط؟ بقالهم سنتين. سنتين. التحسن ابتدى او النتائج ابتدت تظهر عندك بعد قد ايه من تركيب الاجهزه؟ في نفس الزرع. طيب معدل استخدامك بقى للاسمده والمضادات الاملاح اختلف؟ دلوقتي مثلا كل 10 ايام اجيب 5 لتر. قلت معاك خالص؟ طبعا كتير. الانتاج زاد؟ طبعا. انت من الاول بتقول لي طن وربع تقريبا بالظبط. الفدان طماطم دلوقتي قد ايه؟ زادت يعتبر من 900 ل 1000 قفص. 1000 قفص العدايه؟ برضه حسب نوع الزرع يعني، في شتلات، فيه انواع انتاج عالي، في انواع طبعا ما بنستخدمهاش لان ضعيفة شوية يعني. هو برضو انا بحب المصداقية عشان كده بتكلم مع المزارع. قال لي بتفرق كمان في نوع الشتلة اللي انا هزرعها، يعني انا مش حكاية ان انا عالجت او ابتديت استخدم تكنولوجيا عشان اقلل من مشاكل ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، لا ده انا في نفس الوقت لازم ازرع شتلة كويسة جايبها من مكان معتمد علشان اقدر انجح بالزرعة بتاعتي. الطماطم اللي انتم بتعملوها دلوقتي ده مرحلة الشتل صح؟ المشتل كان بيختلف معاك لو نسبة الملوحة مرتفعة؟ المشتل نفسه طبعا بيفرق في الشتله، لان الشتله بتوقف على الوضع اللي هي جايه منه يعني. هو احنا بنتكلم بكل صراحه، بننقل الحقيقه من على ارض الواقع. بقول له نسبه الملوحه كام؟ قال انا ما قستش، بس جاري هنا بيقول 3000 جزء في المليون. انا واقف في ارض رمليه شايف ان احنا عندنا ناس عايزه تشتغل شتلات مانجا، بيزرع طماطم، وايه تاني عندك غير كده؟ عندنا مانجا ودي جوافه حاليا، و زرعين زيتون على الشجر الجنب المضرب. وايه اللي في الانفاق؟ بطيخ وبتاع اناناس. انت عندك كام بير هنا؟ بتروي الميه جايه لك منين؟ الميه من الترعه اللي وترعه وبرده ملح. بس الترعه هنا لها مشاكل كتير بالنسبه للميه.
طب انت ري بحري وبرضه عامل شبكه ري حديث؟ طبعا الري الحديث بيريحني بالنسبه للخضار بالتسميد اكتر. وبالنسبه للارض طبيعه الارض نفسها هنا ما ينفعش معاها الا هيك ري حديث. الري الغمر في الاراضي دي ما بتنفعش. النهارده احنا بنتكلم على نسبه ملوحه قد تصل الى 3000 جزء في المليون، ارض رمليه، بنتكلم على محاصيل ابتدت تديله انتاجيه ضعيفه، ابتدى يدور على استخدام العلم، قال لك انا شفت تكنولوجيا معالج المياه لشركه دلتا ووتر ابتديت اجربه، 30 فدان ركبت 3 اجهزه، الانتاج عندي زاد. بشكرك، ربنا يوفقك. كل حاجه ليها طعم لما تبقى الميه دلتا.